أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. أنشأ طبيب تركي مدرسة في ولاية جوزجان شمال أفغانستان تضم 1500 تلميذ، وقال الطبيب ماتين كولونوك العضو المؤسس لمجلس إدارة مستشفى أردن بإسطنبول إنه كان يحلم دائما بتنفيذ مشروع مدرسة لصالح أطفال لا يمتلكون إمكانية ارتياد المدارس خارج تركيا، وأوضح أنه بحث عن مكان مناسب لإقامة هذا المشروع فوجهته دراساته إلى أفغانستان، وأضاف أن المدرسة القديمة في جوزجان كانت في حالة سيئة جداً، حيث كانت تتألف من 8 فصول دراسية يتعلم فيها 200 تلميذ ومعدومة من خدمات الكهرباء والماء والتدفئة. شهد أكواريوم فيابورت مارينا بإسطنبول ولادة 9 من صغار تماسيح النيل في حادثة هي الأولى من نوعها في تركيا. وكلفت إدارة فيابورت مارينا 14 خبيرا لديها للاعتناء بصغار التماسيح، وقال المدير العام لحديقة التماسيح جوكمان آيدن إن فيابورت مارينا يضم العديد من الحدائق التي تحتوي على أصناف مختلفة من الحيوانات بينها 8 تماسيح. وأعرب أيضاً عن سعادته لإبصار 9 من تماسيح النيل النور في الحديقة، لافتاً إلى أن هذا الصنف من التماسيح يواجه خطر الانقراض حول العالم. يواصل نجم اليوتيوب الطفل رايان كاجي الصعود خلال إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء فيروس كورونا المستجد. واستطاع الطفل الأمريكي البالغ من العمر 8 أعوام والذي بدأ قناته عالم رايان في موقع يوتيوب لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته أن يجني $26 مليون كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في عام 2019، ولديه الآن 25,700,000 مشترك. وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة والديه شيون والوان وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعياً. ابتكر علماء محاكاة ثلاثية الأبعاد للتأثيرات الكوكبية الرئيسية باستخدام حاسوب عملاق فائق الدقة، ما يدل على مدى الحاجة لقوة قصوى لدفع الرياح أو بالأحرى الغلاف الجوي من كوكب بأكمله. وبمساعدة الحاسوب العملاق حاول العلماء بقيادة فريق من جامعة دورهام حساب عواقب ضربة كو الكونية حيث ما تزال الكواكب تتشكل. أقام مدرس تركي متحفا خاصا لرواية الأمير الصغير الشهيرة للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبيري يضم 2000 نسخة من الكتاب ب400 لغة مختلفة. ويعمل المعلم علي ليدار مدرساً لمادة الفلسفة في إحدى المدارس الثانوية بولاية أسكي شهير شمال غرب تركيا. أوضح ليدار أنه مولع بهذه الرواية التي كتبها المؤلف الفرنسي عام 1943 في الولايات المتحدة، والتي تعد من روائع الأدب العالمي. كشف شركة أوبو الصينية مؤخراً عن هاتف مميز طورته ليكون منافساً قوياً لهواتف سامسونج من الفئة المتوسطة،
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق يزن 172 غراماً ومحمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وبكاميرا رباعية العدسة بدقة عالية، وبمنفذين لبطاقات الاتصال. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. يقتني خليل جنجيز المقيم بولاية أفيون قرى حصار غربي تركيا مجموعة كبيرة من الأحجار الفريدة التي جمعها على مدار 33 عاما. جنجيز البالغ من العمر 75 سنة عمل في صناعة الرخام التي تشتهر بها ولاية أفيون قرى حصار، إلا أن معاناته من مرض الانسداد الرئوي المزمن منعته من إكمال مشواره المهني. تتضمن مجموعته أحجاراً على أشكال الورود والكهرمان والمرجان والحلزون، بالإضافة إلى حافير الأسماك المتحجرة وأشياء أخرى. وبذل جنجيز جهداً كبيراً يمتد لسنوات في جمع هذه الأحجار، لذا فهي تجذب الزوار ومحبي الأحجار الذين صاروا يأتون لرؤيتها في ورشته، ما جعله يشعر بسعادة غامرة. تعلق جنجيز بالأحجار وما عليها من رسومات وأشكال غاية في الجمال، فلديه أحجار من جميع أنحاء تركيا، ويعتني بها ويغير أماكنها وينظفها كل يوم، ويرعاها مثل الأطفال تماما. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الانزلاق الغضروفي، شو هو الانزلاق الغضروفي؟ سواء في الرقبة أو في الظهر. الانزلاقات الغضروفية هي عبارة عن خروج الغضروفي اللي هو بين الفقرتين، خروجه من مساره أو من مكانه السليم، ومن ثم بيصير يضغط على النخاع الشوكي والأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي سواء اليمنى أو اليسرى. طيب، هل له أسباب الانزلاق الغضروفي؟ نعم له أسباب، والسبب الأساسي والرئيسي اللي هو إيش؟ رقم واحد، ضعف عضلات الظهر. طب شو اللي بيسبب ضعف عضلات الظهر؟ ضعف عضلات الظهر السبب الأساسي فيها عدم ممارسة الرياضة، وأيضا طبيعة العمل. طبيعة العمل يعني كثير منا، يعني اللي بيجلس ساعات طويلة،
اللي بضل واقف ساعات طويلة دون أن يمارس الرياضة يؤدي إلى ضعف عضلات الظهر، ومن ثم يكون الغضروف مؤهل للانزلاق. بعض الأحيان بيجي إنسان ما بيقدر يرفع 50 كيلو أو 60 كيلو أو ما شبه ذلك، بيرفعها بصير عنده انزلاق غضروفي أو ما يسمى أو المتعارف عليه بالفتق. تمام، فهالأشياء هذه أساسية وضرورية لكي نعلمها ونعرفها بحيث نتلافى ما يسمى بالانزلاق الغضروفي. طيب، في حاجة تانية مع الانزلاق الغضروفي ممكن نشرحها هيك شرح سريع، ألا وهي ما يسمى بعرق النسا. عرق النسا هو التهاب العصب الوركي شبيه بالانزلاق الغضروفي، ولكن علاجه بسيط جدا وسريع، اللي هو مضادات الالتهاب وبعض الأدوية التي تؤدي إلى الشفاء التام من هذه الحالة. لكن الانزلاق الغضروفي لو أردنا أنه نشخصه تشخيص صحيح، رقم واحد ضروري علينا أن نعمل صورة رنين مغناطيسي للظهر حتى نحدد درجة هذا الانزلاق. طيب، إذا كان درجة هذا الانزلاق بسيطة ولا وغير مؤثر هذا الغضروف على الأعصاب بشكل كبير ومش مسبب أي تلف للأعصاب، مباشرة علاج تحفظي. شو هو طيب العلاج التحفظي؟ عدم رفع الأشياء الثقيلة وممارسة الرياضة بشكل يومي، وخاصة وأخص بالذكر عضلات الظهر يجب تقويتها بتمارين معينة موجودة ومنتشرة. تمام، بيعرفوها الأخصائيين بالعلاج الطبيعي، بيعرفوها. يعني أنت لو سألت أي إنسان أو أي طبيب خاص بالعلاج الفيزيائي على طول حيعطيك تمرين أو اثنين حتى تفادى به، ويفضل أن تستمر على هذه التمارين فترة طويلة، يفضل الإنسان دائما ويجعلها في حياته حتى يمنع الانزلاق الغضروفي. هناك بعض الأدوية التي تعطى لأجل التخفيف من حدة الانزلاق الغضروفي، وهذه الأدوية في عمومها يعني ممكن يكون كورتيزون، ممكن يكون مسكنات، فيتامينات، تساهم كلها في عملية الشفاء التام من الغضروف. طيب، لو كان الغضروف متقدم يعني ضغط على الأعصاب بشكل أنه تالف الأعصاب وأيضا أدى إلى ضرر بعض الأعضاء زي الإيد مثلا إذا كان في الرقبة أو الرجل إذا كان في الظهر، هذا ينصح بأخذ استشارة دكتور عظام أو دكتور جراحة أعصاب وعمود فقري، لأنه على الغالب في الحالة هذه يحتاج إلى تدخل جراحي. ولنا لقاء إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله ونشرح أكثر. حياكم الله.